انتم طالعين بكره ان شاء الله، ويعني انتم رافعين راسنا، وذا يعني بس كان نحكي بالتوفيق وما قديش تدربتوا، ويعني كنا عم نحكي انه مجموعه صعبه شوي بس ما شاء الله عليكم. يعطيكم العافيه والسلامه ان شاء الله، ونكون كنا متابعينكم، ويعني راح نكون نحضر في المباريات. Trying to say, guys who don't understand Arabic, trying to say, good luck for you guys. We're all behind you and make us proud. I will be happy. Thank you.